حسان بدوي وعبد الفتاح، يلا يا بدوي كل ملعب يساب طوز معيش يدخل الجول. يلعب قدام للخطيب على صدره وبيشوط. كل واحد يعمل واجباته في صدره ولا ايه؟ صاحب الأرقام، صاحب الأرقام. مساء الخير عليكم جميعا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن محاضر الجلستين الأولى والثانية من محاضر اللجنة العليا للنادي الأهلي، وقلنا النص الكامل لعقد شركة تأسيس النادي الأهلي للألعاب الرياضية، وكان مهم جدا أننا نقرأ النص الكامل لسببين مهمين قوي. السبب الأول، إزاي المؤسسين فكروا أن النادي يكون شركة مساهمة؟ ده نفس الفكر اللي بدأ يتعمل حاليا بعد مرور 114 سنة على تأسيس النادي. إزاي الناس دي سبقت عصرها بأكتر من قرن كامل؟ النقطة الثانية لوحدها كفاية تخلينا نعرف عظمة مؤسسي الأهلي وفكرهم، وإزاي كان تفكيرهم في تأسيس كيان رياضي في ظل أوضاع مصر في الوقت ده، بلد محتلة من الإنجليز والجماعة الوطنية مشغولة باللي أهم من تأسيس نادي رياضي وتحرير الوطن من ناحية، ومن ناحية تانية تأسيس كيانات اقتصادية وصناعية وتعليمية لمواجهة تغلغل الإنجليز والأجانب في مصر. لكن حتى هما بيأسسوا لنادي رياضي كان همهم الأول إن مشروع النادي لازم يتولد عملاق على أساس سليم، أساس كان سبب في ولادة نادي أصبح الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط. السبب الثاني، بمراجعة مواد عقد الشركة تعرف ازاي المؤسسين للنادي كانوا في منتهى الدقة في كل شيء وهم بيبنوا الأساس والنظام. ازاي عقد شركة تأسيس النادي الأهلي ما سابش شيء للصدفة، اتكلم في كل حاجة نظام ودقة متناهية. وقلنا ان عقد شركة الأهلي في بعض المواد اللي لازم نلقي الضوء عليها ونناقشها، وده لأهميتها. نبدأ بالمادة الثانية اللي ذكرت ان حصص كل واحد من الشركاء اسمية وتبقى كذلك، فليس لصاحبها ان يتنازل عنها الا لاحد الشركاء او لاحد اعضاء النادي، وكل تنازل عن حصة يؤشر به على سندها ويسجل في سجل يعد لذلك بسكرتارية النادي. وده ليه؟ عشان محدش يبيع أسهمه لأشخاص غير مرغوب فيهم، أجانب مثلا، وسهم ورا سهم تتحول ملكية شركة النادي للأجانب. يعني نبني نادي مصري لمواجهة أندية الأجانب وبعدين نلاقي في يوم من الأيام النادي ملكيته راحت لهم؟ طب ده معقول؟ دي أهمية المادة الثانية. نيجي بقى لمادة ثانية مهمة وهي المادة السادسة. المادة السادسة بتقول إيه؟ إن لجنة النادي بتتألف من الموقعين على هذا العقد، وتبقى لها هذه السلطة مدة 3 سنوات الأولى تبتدئ من يوم افتتاحه. وده أهميته، إن المؤسسين الموقعين على عقد شركة النادي هم أعضاء اللجنة العليا للنادي. اللجنة دي بتدير النادي لمدة 3 سنوات من يوم افتتاح النادي دون تدخل من أحد حتى المساهمين. طيب والمساهمين وأعضاء النادي اللي هم جمعيته العمومية وضعهم إيه؟ نشوف المادة السابعة قالت إيه. قالت إنه بعد مرور 3 سنين من الافتتاح هيتم عمل انتخابات لاختيار لجنة عليا جديدة بتضم 9 أعضاء، لازم 5 منهم يكونوا من المساهمين والأربعة الباقيين من أعضاء النادي. ننتقل بقى للمادة العشرة. المادة العشرة اتكلمت عن كل ما يتعلق
بسلطة الإدارة والجمعية العمومية وشروط قبول الأعضاء في النادي وتعيين قيمة الاشتراك وغير ذلك يبين بعد في قانون يعمل بمعرفة الموقعين على عقد الشركة. القانون هنا يعني اللائحة. في الوقت ده عام 1907 ما كانش في حاجة اسمها لوائح، اللائحة هي القانون، اسمها قانون كده. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المؤسسين وهم بيأسسوا لإنشاء نادي حاطين في دماغهم وفي عقد الشركة ان لازم يتعمل قانون او لائحة بمفهومنا حاليا. تنظيم العمل داخليا بالنادي بيحتاج للائحة، لائحة تنظم كل حاجة. انا عايز اقول هنا يعني واعذروني اذا كنت بكررها مرة واثنين وثلاثة، العمل المؤسسي في الاهلي كان واضح جدا من اليوم الاول لتأسيسه. ودلوقتي معانا محضر الجلسة الثالثة للجنة العليا للنادي الاهلي للالعاب الرياضية، محضر جلسة الخميس 13 يونيو 1907. اجتمعت لجنة النادي الأهلي للألعاب الرياضية في الساعة 11 قبل ظهر يوم 13 يونيو 1907 في غرفة جناب المستر ميتشيل إنس وتحت رئاسته وبعضوية كل من صاحب العطوفة إدريس راغب بك وسعادة إسماعيل سري باشا وصاحبي العزة عبد الخالق ثروت بك وعمر لطفي بك وحضرت محمد شريف أفندي سكرتيرا لها، وتناقشت في الرسمين حرف ألف وب المحضرين بمعرفة سعادة إسماعيل سري باشا، وقررت اعتماد الرسم الذي عليه حرف ب بعد أن عدلت فيه بعض التعديلات، ثم تناقشت في حالة النادي المالية، واقترح سعادة إسماعيل سري باشا أن المصروفات اللازمة للنادي تكون على الأقل كما يأتي: بناء البيت يلزمه على الأقل مبلغ 1800 جنيه، عمل محلين للتنس يلزمهم على الأقل مبلغ 240 جنيه، تصليح الأرض للعب الكرة يلزمه مبلغ 200 جنيه، والمنقولات يلزمها مبلغ 200 جنيه، ويلزم وجود مبلغ احتياطي قدره 120 جنيه، فيكون المجموع 2560 جنيه. ثم قررت المسائل الآتية: أن ينوب عمر لطفي بك عن النادي في المنازعات وغيرها أمام المحاكم، وأن يوقع على العقود التي تعمل مع الغير، وأن يحول جناب الرئيس نقود النادي من البنك المصري إلى البنك الأهلي المصري وتودع فيه باسم النادي كل أقساط الاكتتاب، وأن يوقع عطوفة إدريس راغب بك على الشيكات مع حضرة السكرتير لسحب أي مبلغ من البنك مدة شهر يوليو وأغسطس وأكتوبر من هذه السنة اللي هي 1907. وكلفت اللجنة السكرتير بأن يرسل صورة من عقد الشركة ومن القرار الخاص بتوقيع إمضاء عطوفة إدريس بك راغب على الشيكات إلى البنك الأهلي المصري. واقترح جناب الرئيس أن شركة راسل كيراندويت تمسك حسابات النادي مقابل مبلغ 12 جنيه في السنة، فقررت اللجنة ذلك، وكلفت السكرتير أن يرسل لهذه الشركة اللي هي راسل كيراندويت صورة من عقد الشركة، وكلفت سعادة إسماعيل سري باشا أن يتفق مبدئيا مع أحد المقاولين على الشروط اللازمة لبناء بيت النادي، وكلفت عزت له عمر لطفي بك أن يحرر القرارين الآتيين باللغة الفرنساوية، وبعد ذلك انفض الاجتماع. الجلسة دي شهدت ثلاث قرارات مهمة لازم نناقشها لأنها قرارات مدروسة في إطار العمل المؤسسي وحفظ مستقبل النادي. ثلاث قرارات مهمة. القرار
القرار الأول المهم في محضر الجلسة الثالثة للجنة العليا للنادي الأهلي كان وأن يحول جناب الرئيس نقود النادي من البنك المصري إلى البنك الأهلي المصري وتودع فيه باسم النادي كل أقساط الاكتتاب. نرجع بقى سوا لمحضر أول جلسة رسمية، فاكرينه؟ يقول إيه؟ وأن يرسل كل من حضرات الأعضاء كشفا بأسماء المكتتبين من معارفهم في حصص النادي وعدد حصص كل مكتتب إلى السكرتير، وأن يدفع كل عضو نصف جنيه مصري للبنك المصري عن كل حصة اكتتب فيها، ويكون الإيداع باسم جناب الرئيس. كان إيداع الأموال في البنك المصري باسم مستر ميتشل إنس، وزي ما قلنا إنه بنك إنجليزي مقره لندن وله فرع في القاهرة، وده لأن النادي ما كانش له أي شكل قانوني يقدر معاه يفتح حساب باسم النادي، فتم وضع الأموال في حساب مستر ميتشل إنس بالبنك المصري. لكن أول ما جهزت الأوراق تم تحويل نقود النادي لحساب تم فتحه باسم النادي في البنك الأهلي المصري، وطبعا لأن البنك الأهلي مقره القاهرة وأصبح الإيداع باسم النادي. القرار الثاني بقى اللي ما يقلش عنه أهمية اللي قلنا فيه، وأن يوقع عطوفة إدريس راغب بك على الشيكات مع حضرة السكرتير لسحب أي مبلغ من البنك مدة شهر يوليو وأغسطس وأكتوبر من سنة 1907. ونرجع برضو نفتكر محضر أول جلسة رسمية كان فيها قرار إيه؟ كان بيقول وأن يكفي أن يوقع الرئيس والسكرتير لسحب نقود من البنك. يعني كان القرار إن سحب الأموال يكون بتوقيع مستر ميتشل إنس وسكرتير النادي محمد أفندي شريف، وده كان لأن النقود في حساب مستر ميتشل إنس. لكن بمجرد ما النادي فتح حساب باسمه تم تغيير اللي ليهم حق التوقيع على الشيكات صرف الأموال من حساب البنك. ليه ده حصل؟ لأنه مهم جدا والمؤسسين بيأسسوا لنادي مصري أن يحتاطوا لأي شيء. أيوه هم عندهم ثقة في مستر ميتشل إنس، لكن ما عندهمش أي ثقة في ألعاب الإنجليز، ممكن أن يحصل أي شيء لو ظروف اتغيرت. فمهم جدا أن كل أوراق النادي وأمواله تكون تحت إيد المصريين. القرار الثالث المهم بيعكس بعد آخر في العمل المؤسسي المنظم، وهو تكليف شركة راسل كير أند ويت بإمساك حسابات النادي. وشركة راسل كير أند ويت عبارة عن مكتب محاسبة إنجليزي له فرع في القاهرة. لكن تخيلوا معانا قيمة القرار ده وإزاي المؤسسين عاملين حساب لكل حاجة. على المستوى الإداري لازم تنظيم إداري وتعيين لجنة عليا وسكرتير، وعلى المستوى المالي طالما في فلوس يبقى لازم في حساب بنكي، وطالما في إيرادات ومصروفات يبقى لازم شركة محاسبة تراقب الأموال عشان الشفافية والنزاهة. شايفين العظمة؟ لما تسمعوا أي حد سواء محلل أو ناقد أو إعلامي أو حتى من الجمهور يكلمك ويقول لك الفرق بين الأهلي وأي نادي تاني هو الإدارة، لازم فوراً تفخروا بمؤسسي النادي الأهلي علشان هم اللي حطوا النظام الإداري والمالي وانتقل من المؤسسين للي جم بعدهم، واللي بعدهم حافظوا على نفس النظام، واللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم لحد النهاردة حافظوا على نفس النظام في تطبيق عملي للشعار الأهلاوي جيل بيسلم. أجيل بتسلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تاني النادي الأهلي المصري رقم واحد
العالم شاهد على امجاده انه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. ونتنقل دلوقتي لمحضر الجلسه التاليه للجنه العليا للنادي الاهلي. محضر جلسه السبت 29 يونيو 1907. اجتمعت اللجنة الإدارية للنادي الأهلي للألعاب الرياضية في الساعة 6 بعد ظهر يوم 29 يونيو 1907 في منزل جناب المستر ميتشل إنس بالجيزة تحت رئاسة جنابه وبعضوية سعادة إسماعيل سري باشا وبحضور محمد أفندي شريف سكرتيرا لها، وتناقشت في المؤيسة والشروط المحضرة بمعرفة سعادة إسماعيل سري باشا لبناء بيت النادي، واقترح جناب المستر ميتشل إنس بعض تعديلات فيها، وقررت إن أكبر مبلغ ممكن الاتفاق عليه مع المقاول لبناء البيت يكون 2600 جنيه مصري، وقررت طبع عقد الشركة وأن يسجل مع القرار الصادر من اللجنة بجلسة 13 يونيو 1907 الخاص بإنابة عزة له عمر لطفي بك عن شركة النادي في المنازعات وفي إمضاء العقود، وقررت أن يدفع كل عضو نصف جنيه مصري عن كل حصة اكتتب فيها لإتمام الجنيه المصري الواجب دفعه بمقتضى عقد الشركة عن كل حصة، وكلفت السكرتير بتعيين جنينياً بماهية 2 جنيه في الشهر. نقدر نقول إن الجلسة كانت لاستكمال مناقشات تصميمات النادي وبيت النادي وعمل موازنة مالية للمصروفات للبناء، وشهدت استكمال كل تكليفات الشكل القانوني للنادي بتكليف عمر لطفي بك بأن يكون الممثل للنادي في كل المنازعات القانونية وأي عقود تخص النادي. لكن مهم نعرف كمان ان التوصية بتعيين جنيني معناها ان النادي استلم الارض اللي طلب تخصيصها لبناء النادي الاهلي للالعاب الرياضية. ننتقل دلوقتي للجلسة التالية، وقبل ما ندخل للجلسة التالية عايزين نفكركم اننا مركزين على ذكر كل تفاصيل انشاء النادي الاهلي من التأسيس وحتى الافتتاح، وده عشان كل جماهير ومحبي الأهلي يعرفوا وبكل التفاصيل إزاي تأسيس وبناء النادي الأهلي بدأ من أول لحظة بنظام وأسس سليمة ويفخروا بناديهم ونظامه، وكمان لأن التفاصيل دي كلها هتفسر لجماهير الأهلي ولكل المحبين للرياضة إزاي الأهلي استمر من سنة 1907 ولحد النهاردة متميز بنظامه الإداري. ودلوقتي نتكلم عن محضر جلسة 18 يوليو 1907. انعقدت اللجنة الإدارية للنادي الأهلي للألعاب الرياضية في الساعة 6 بعد ظهر يوم 18 يوليو 1907 بمنزل عطوفة إدريس راغب بيه وتحت رئاسته وبعضوية صاحب السعادة إسماعيل سري باشا وصاحبي العزة عبد الخالق ثروت بيك وعمر لطفي بيك وبحضور حضرة محمد أفندي شريف سكرتيرا لها. احنا بنسمع صاحب العزة وبنسمع صاحب السعادة وسمعنا صاحب العطوفة، وقلنا قبل كده ان صاحب العزة بتطلق على البكوات وصاحب السعادة تطلق على البشوات، صاحب العطوفة بتطلق على المسؤولين الكبار او اي حد مسند له وظيفة كبيرة في الدولة، عشان كده بنقول صاحب العطوفة إدريس راغب بك.
وقلنا انها انعقدت بمنزله تحت رئاسته وبعضويته الى اخره، وقررت ان يتفق سعاده اسماعيل سر باشا مع المقاول على الرسم والشروط التي عرضها سعادته على اللجنه، واعتمدت مبلغ 2250 جنيه مصري، وان يرسل العقد والشروط والمقايسه مع الرسم الى عزت له عمر لطفي بك، وألا يوقع عزت له عمر لطفي بك على العقد إلا بعد أن يدفع كل الأعضاء أول جنيه واجب دفعه بمقتضى العقد الأساسي للشركة، ويكون توقيع عزت له عمر لطفي بك عن نسختين من عقد المقاول، يحفظ السكرتير إحداهما والأخرى تسلم للمقاول. وقررت أن تكون أول دفعة له 500 جنيه مصري تستحق في 15 أكتوبر 1907، وتاني دفعة 500 جنيه مصري تدفع في 15 ديسمبر 1907، وقررت أن يدفع القسط الثالث اللي هو من أقساط الاكتتاب في الأسهم في شهر نوفمبر 1908، وقدره جنيه مصري عن كل حصة مكتتب فيها. وقررت أن يكون سعادة ناظر المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي، وقلنا أن ناظر معناها وزير، يعني هنا في قرار بأن يكون سعادة وزير المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي. وكلفت السكرتير بطبع 1000 نسخة من عقد الشركة باللغتين العربية والفرنسوية بعد أن تناقشت الأعضاء في ترجمة العقد مع عزت له عبد الخالق ثروت بك، وقررتها أخيراً. وكلفت السكرتير بطبع طلب الاكتتاب في حصص النادي وطبع الإيصالات. وكلفت عزت له عمر بك أن يسجل عقد الشركة مع محضر اجتماع 13 يونيو 1907 الخاص بالتوكيل عن شركة النادي، وأمرت السكرتير ألا يعين الجنيني الآن. أول ملحوظة في المحضر إن العمل على الأرض خلاص هيبدأ، والاتفاق مع المقاول قرب ينتهي. الملحوظة الثانية إن الدفعات اللي هياخدها المقاول متواكبة مع تحصيل أقساط الاكتتاب، كل قسط جنيه عن كل سهم اشتراه المساهم، وده لتنظيم الإيرادات والمصروفات. الملحوظة الثالثة أن يكون سعادة ناظر المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي. في الوقت ده كان وزير المعارف سعد باشا زغلول في الفترة من 28 أكتوبر 1906 وحتى 21 فبراير 1910. يعني بحكم القرار ده لو انعقدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي وسعد باشا زغلول وزير للمعارف فهيكون رئيس لها، لكن لم تجتمع الجمعية العمومية للنادي الأهلي خلال الفترة دي. ليه؟ لأن عقد شركة تأسيس النادي نص على أن لجنة النادي الموقعة على عقد الشركة لها حق إدارة النادي لمدة 3 سنوات بتبدأ من يوم افتتاحه، يعني مش محتاجة جمعية عمومية. وحنفكركم بنص المادة السادسة من عقد الشركة. المادة السادسة: تتألف لجنة النادي من الموقعين على هذا العقد، وتبقى لها هذه السلطة مدة 3 سنوات الأولى تبتدئ من يوم افتتاحه. ولما نعرف أن النادي تم افتتاحه في 26 فبراير سنة 1909 تبقى أول جمعية عمومية للنادي هتنعقد بعد 26 فبراير 1912. والحقيقة أنه فعلا لم يثبت أن سعد باشا زغلول رأس الجمعية العمومية للنادي الأهلي في أي وقت، ولم تثبت وثائق وصحف الفترة دي هذا الأمر. وبكده يكون أول رئيس للجمعية العمومية للنادي الأهلي أحمد حشمت باشا وزير المعارف، الذي تولى المنصب بعد سعد زغلول في الفترة من 23 فبراير 1910 وحتى 5 إبريل 1914. وعايز أقول إننا كأهلوية نفتخر بأي زعيم وطني،
ونفخر بانتسابه للأهل، لكن المصداقية والتاريخ بيحتموا علينا إننا نذكر الحقيقة مجردة. وتعالوا دلوقتي ننتقل إلى محضر جلسة أول ديسمبر 1907. اجتمعت اللجنة الإدارية للنادي الأهلي للألعاب الرياضية الساعة 10 أفرانكي من صباح يوم الأحد أول ديسمبر سنة 1907 بغرفة جناب الرئيس المستر ميتشيل إنس تحت رئاسته وبعضوية صاحب العطوفة إدريس راغب بيك وسعادة عزيز عزت باشا وبحضور حضرة محمد أفندي شريف سكرتير، وتناقشت في مشروع القانون المحضر بمعرفة عزت له عمر لطفي بيك مأخوذا عن قانون النادي الخديوي للألعاب الرياضية بالجزيرة، وأجلت البت فيه إلى جلسة آتية، وكلفت حضرة السكرتير أن يطبع منه صورا بقدر عدد الأعضاء وأن يرسل صورة منه إلى سعادة ناظر المعارف، وأن يقابل السكرتير الميسيو سبانيولي والاتفاق معه عن المدة اللازمة لعمل التنس وكيفية الدفع، وقررت اعتماد العطاء المقدم منه. وكلفت السكرتير بتعيين جنينيا بما هي قدرها جنيهان مصريان في الشهر من أول ديسمبر 1907، ومساعدا له بما هي شهرية قدرها 150 قرشا صاغا على الأكثر، يعني ممكن يكون أقل من كده كمان. وقررت وضع المواسير اللازمة لري أرض النادي، وقررت ألا ينشر في الجرائد شيء قبل المصادقة على القانون. ثم اقترح عطوفة إدريس راغب بيك أن توزع الحصص الباقية على المساهمين بنسبة حصص كل واحد، وقررت تأجيل النظر في هذا الاقتراح إلى جلسة أخرى. وكلفت السكرتير أن يعلن الأعضاء للحضور في اليوم الذي يعينه جناب الرئيس لانعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل. وانفضت الجلسة في الساعة 11 صباحا. أهم حاجة هنا بتلفت انتباهنا في محضر الجلسة إن مشروع القانون اللي حضره عمر لطفي بيك اتخذ عن قانون النادي الخديوي للألعاب الرياضية بالجزيرة اللي هو نادي الجزيرة حاليا. احنا في الوقت ده في مصر ما كانش عندنا خبرات إدارة الأندية ومشاكل أعضاء، يعني قانون أو لائحة إدارة الأندية ما نعرفش عنها أي حاجة. يبقى مش عيب أبدا إننا نتعلم وننقل الخبرات الأجنبية لأنديتنا، وده يورينا إزاي الناس دي كانت بتشتغل. الكلام ده يعني وباختصار إن العمل المؤسسي مستمر، وإن اللجنة العليا بتجهد كل ما يخص النادي إداريا وماليا عشان يبقى جاهز يوم افتتاحه. الحاجة التانية إن اللجنة العليا بدأت إنشاء الملاعب ومنها التنس. الحاجة التالتة تعيين جنايني ومساعين مع تركيب مواسير الري، وده طبعا لحدائق النادي. لكن في نقطة مهمة جدا، وهي اقتراح إدريس راغب بيك أن توزع الحصص الباقية على المساهمين بنسبة حصص كل واحد. الاقتراح اللي اللجنة العليا قررت تأجيل النظر فيه لجلسة أخرى. الاقتراح ده كان سببه إن اللجنة العليا ما قدرتش تبيع كل الحصص أو الأسهم، والنادي محتاج فلوس والمقاولين بيشتغلوا، فكان اقتراح إدريس راغب بيك إن الأسهم غير المباعة توزع على المساهمين الحاليين بنسبة كل مساهم. يعني مثلا أنا واخد 10 أسهم وفلان واخد 30 سهم، وفي عندنا 4 أسهم ما تباعوش، يعني أنا أخد سهم وفلان أو فلانة ياخد 3 بنسبة حصص كل واحد. وزي ما قلنا اتأجل مناقشته لجلسة أخرى. نفهم من اقتراح إدريس راغب بيك إن النادي بيمر بأزمة مالية. يا ترى الأزمة دي انتهت ولا استمرت؟
ده اللي احنا هنعرفه لو ربنا ادانا واداكم العمر في الحلقات القادمة ان شاء الله.